مصيبتنا اليوم ما نعتز بالإسلام، ليه؟ عندنا ضعف. شوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع أن العرب كانت من أعظم الأمم اللي تفخر بأنسابها وأحسابها وآبائها وأجدادها، لكن لما جاء الإسلام لا، أعزنا الله بالإسلام. يقول عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة بغيره أذله الله. لا إله إلا الله. طيب وإحنا الآن؟ إحنا لا يا عبد الله، نعتز بأمور كثيرة جدا. نعتز بالأحزاب، إحنا الحمد لله حزب قوي جدا، حزب الحرية والعدالة، حزب الدعوة السلفية، حزب الإخوان المسلمين، حزب وحزب وحزب جماعة التبليغ، أحزاب. وكل يقول الكثرة عندنا، فنعتز بالكثرة ونعتز بالقواعد اللي عندنا في كل جماعة من الجماعات، ما عاد نعتز بأصل الإسلام. لا والله، نعتز بالكثرة يا شيخ. إذا كنا كثير نعتز بالقواعد والأصول والمذاهب والجماعات اللي عندنا، وهذه كلها مرجعها إلى الاعتداد بالعدد والكثرة. كل النصوص اللي في القرآن والسنة تذم الكثرة، وإحنا نعتز بالكثرة. يقول لك تعال نسوي انتخابات. ليش يبغون الانتخابات؟ لماذا؟ لأن عددهم كثير راح يغلب بالانتخابات. الانتخابات ما تدل، والكثرة ما تدل على الخير. تصويت، يلا تعال تصويت. ليش التصويت يا شيخ؟ قرآن سنة صحابة، وش تعني تصويت؟ لو الأمة كلها صوتت ضد هذه الثلاث، نحن نتمسك بهذه الثلاث. ما لنا علاقة بالعدد، العدد مذموم والحق ممدوح. الحق في هذه الثلاث وليس في الكثرة. شوف الآن الفتن اللي في كل مكان في بلادنا الإسلامية، كلها تبغى تعتمد على ماذا؟ تصويت، تصويت. ديمقراطية يقولون، ديمقراطية. ليش الديمقراطية؟ لأنه عددهم كثير. لو العدد قليل ما يقول ديمقراطية. يا شيخ، الحق دائما مع القلة. النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ قال: الأمة 73 كلها في النار إلا واحدة. نروح مع الكثرة ولا نروح مع الواحدة؟ مع الواحدة يا شيخ.